النهاردة إن شاء الله الدرس الثالث من دروس القواعد النحوية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني. الاسم المنقوص. الاسم المنقوص عبارة عن اسم تمام معرب يعرب حسب موقعه في الجملة. تمام، قال لك آخره ياء مكسور ما قبلها، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. تمام، وطبعا قال لك يا سيد الفاضل يرفع بضمة، تمام، قال لك مقدرة، تمام، قال لك ويه، تمام، قال لك ويجر، تمام، قال لك ايه ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة المقدرة. طيب نقول تاني، يبقى هو الاسم المنقوص هو اسم اخره ياء مكسور ما قبلها، زي كلمة قاضي، ساعي، مؤدي. يبقى احنا اخره ياء ومكسور، الحرف اللي قبل الياء بيكون مكسور. تمام، وطبعا قال لك ايه بيرفع بالضمة المقدرة ويجر بالكسر المقدرة، اما الفتحة طبعا بتكون ظاهرة. طيب عندنا احنا قال لك الاسم، ملحوظة مهمة جدا جدا، الاسم المنقوص اذا كان نكرة ومرفوع او مجرور وغير مضاف. طب يعني غير مضاف؟ يعني ليس بعده تمام مضاف اليه، تمام، تحذف ياؤه، تمام، ويوضع تنوين بالكسر عوضا عن الياء المحذوفة. يعني يعني كلمة قاضي تمام نحذف منها الياء تبقى قاض او ساعي ساع، مؤدي مؤد. تمام، بنعمل ايه؟ بنحذف الالف اللينة، بنحذف الياء ونضع مكانها كسرتين. تمام، الكسرتين طبعا اسمه تنوين العوض عن الياء المحذوفة. تمام، وفي الحالة دي طبعا بيعرب بعلامة مقدرة. طيب مثال، حضر قاض الى المدينة. طبعا قاض فاعل وهنا مرفوع طبعا، وعشان نكرة تحذف ياؤه، تمام، وتوضع معه او يوضع مكان منه مكانها تنوين العوض تمام عن الياء المحذوفة بها، فحضر بقيت حضر قاض بدل قاضي. طب امتى تكون قاضي؟ اذا وضعنا بعدها مضاف اليه. يعني احنا لو شلنا الى هنقول حضر قاضي المدينة، لان المدينة مضاف اليه، وطالما اضافت طبعا بنضع الياء تمام ونشيل طبعا التنوين. يبقى نقول تاني، اذا كانت تمام قال لك او اذا كان الاسم المنقوص مرفوعا او مجرورا وليس بعده مضاف اليه، تمام قال لك نحذف منه طبعا الياء ونضع تنوين العوض بدلا منه. تمام، زي حضر قاض الى المدينة او سلمت على قاض في المدينة. فطبعا قاض سلمت على قاض اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة. تمام، طيب وطبعا وضع تنوين العوض بدلا من الياء المحذوفة. طيب بعد كده خليك معايا، قالك اذا كان الاسم المنقوص نكرة منصوبة او مضاف، قلنا بنرجع الياء وما بنحذفهاش، زي وكلت في القضية محاميا، وضعنا الف التنوين تمام علامة النصب، وبالتالي طبعا هتدخل الياء تمام ما نقدرش نحذفها. فطبعا محاميا يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام، طيب قال لك عندنا يا سيد الكريم حضر محامي الدفاع، فطبعا هنا مضافة، وضعنا بعد محامي الدفاع والدفاع مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. في الحالة دي طالما هو طبعا الاسم المنقوص أضيف أو جاء بعده مضاف إليه، في الحالة دي طبعا بنضع الياء ما نقدرش نحذفها. فطبعا حضر محامي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. يبقى طالما هي نكرة ومرفوعة أو مجرورة مفيش مضاف إليه بعديها، طبعا بنحذف الياء ونضع تنوين العوض بدلا منه زي قاض وساع. اما اذا اضافت او اتنصبت تمام في الحالة دي طبعا بناء الياء تثبت ولا تحذف، زي محامي او قاضي او ساعي. خلاص، طيب عند التثنية بقى بنعمل ايه؟ قال لك التثنية زي ما هي مش بنحذف منها شيء، تمام، بنضع على الالف والنون او الياء والنون اللي هي علامة التثنية، وهي الجمع المؤنث نضع الالف والتاء اللي هي علامة الجمع. تمام، يبقى ساعي مثلا تبقى ساعيان او ساعيين، او والجمع بتاعها ساعيات.
طيب خلي بالك برضو ملحوظة مهمة جدا، لما تكون محذوف منها الياء زي ساع داع، لما نيجي نسنيها أو نجمعها طبعا بنرجع الياء اللي هي كانت محذوفة، زي كلمة راع لما أجي أسنيها أرجع الياء تبقى راعي وأضيف علامة التثنية الألف والنون أو الياء والنون يبقى راعيان وراعيين. تمام، وفي الجمع نفس الحكاية بالظبط برضو، بس طبعا اللي هي الياء تمام قالك أرجعها تاني براعيات وأضيف علامة الجمع الألف ومين والتاء. يبقى طبعا خلاصة الملحوظة دي إيه؟ إن إحنا لما يكون محذوف الياء وموضوع تنوين العوض عند التثنية والجمع المؤنث نرجع الياء طبعا هي اللي كانت محذوفة ونضع علامة التثنية الألف والنون أو الياء والنون، أو نضع علامة الجمع الألف ومين والتاء. طب عند الجمع المذكر السالم عامل زي الاسم المقصور بالظبط اللي خدناه، تمام قالك بنحذف الياء زي ما كنا في الاسم المقصور بنحذف مين؟ بنحذف اللي هو الالف اللينه ونضع علامه الجمع اللي هي الواو والنون والياء ومين والنون. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لك اجمع مهتدي جمع مذكرا سالما بنشيل الياء خالص ونضع علامة الياء الجمع اللي هي الواو والنون أو الياء والنون مهتدون أو مهتدين، وإحنا كده شلنا الياء طبعاً تمام وضعنا الواو والنون ونضعها في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب ومين والجر. تمام؟ طيب يبقى نقول تاني، إذا سنيناها طبعاً بنضع علامة التثنية تمام بعد الكلمة، وإذا كان محذوف منها الياء زي راعٍ وساعٍ وداعٍ بنرجع الياء ونضع مين علامة التثنية أو جمع المؤنث. أما إذا جمعناه جمعا مذكرا سالما في الحالة دي يا سيد الفاضل بنعمل إيه؟ طبعا بنرجع تمام قالك إيه؟ تمام قالك نضع علامة الجمع ونحذف تمام اللي هو الياء، يعني كلمة ساعي لما أجي أقول لك اجمعها جمع مذكر سالم بنشيل الياء ونضع تمام واو ونون أو ياء ونون تبقى ساعون وساعين، وطبعا ساعون في حالة الرفع وساعين في حالة النصب ومين والجر. تمام؟ طيب خلي بالك معايا كده، بيقول لك ايه؟ يبقى عندنا احنا في حاجات مهمة خالص تفهمها وتدركها في تثنية وجمع الاسم المنقوص، لأن طبعا بيختلط على الطالب تمام فبيستخرجها وهي بتكون غلط. الاسم المنقوص احنا بنقول اسم، يعني لما يجي يقول لك طلع اسم منقوص من المثال تمام ما ينفعش اطلع له فعل، يعني كلمة يقضي ما ينفعش اسم منقوص لان ده فعل اصلا. تمام، في ما ينفعش خالص لانها حرف تمام، واحنا قلنا الاسم المنقوص اسم التي تمام ما ينفعش تمام نستخرجها، مع انها طبعا التي فيها كسرة واخرها ياء، بس التي اسم مبني. الاسم المنقوص يا استاذنا الكريم بيكون معرب، ما ينفعش استخرج التي لانها اسم مبني. طيب ابي، لان الياء تمام قالك فيها قالك ايه في الياء اللي فيها تمام غير لازمه، او الياء يا استاذنا الفاضل طبعا زياده على الكلمه دي ياء الملكيه، الياء دي مش من اصل الكلمه فبالتالي ما ينفعش. فطبعا للاسم المنقوص كده شروط تمام، ان هو بيكون اول حاجه اسم مش فعل، يعني يقضي ما ينفعش، يجري ما ينفعش، بيكون معرب ما ينفعش تطلع للتي والذي لان دول مبنيين تمام، بيكون ياء اصليه في الكلمه، يعني ابي دي ما تنفعش او اخي ما تنفعش لان الياء ملكيه وزياده. تمام، وقال لك ايه طبعا مثال زي كلمه ساعي لان فعلها سعى وطبعا ساء او سعيه واخرها ياء اصليه في الكلمه. تمام، طيب يبقى عندنا احنا الاسم المنقوص لازم يكون اسم ولازم يكون معرب ولازم تكون الياء اصليه فين في الكلمه، يعني في الفعل الماضي بتاعها الياء لازم تكون ما موجوده، يعني كلمه قاضي الفعل بتاعها قاضيه الياء موجوده. وفي الحاله دي يا سيد الكريم تمام يبقى شروط الاسم المنقوص طبعا مظبوطه. نراجع التثنيه والجمع بسرعه بتاعه، قلنا ايه في التثنيه طبعا قال لك نضع علامه التثنيه اللي هي الالف والنون والياء والنون تمام، واذا كانت الياء تمام اللي هي بتاعت الاسم المنقوص الاصليه محذوفه نرجعها، يعني ساعة نرجعها تبقى ساعي، ونضيف الالف والنون او الياء والنون تبقى ساعيان او ساعيي. اما اذا كانت طبعا يا سيد الكريم هنجمعها جمع مذكر سالم، قلنا بنحذف الياء ونضع الواو والنون او الياء والنون على حسب الاعراب يبقى ساعون او ساعين.
وكده يبقى انتهينا من الدرس الثالث من دروس النحو تمام للفصل الدراسي الثاني الصف الأول الثانوي. انتظرونا إن شاء الله تمام في الدروس القادمة من المنهج تمام. قال لك فيه لقاء آخر. شكرا للاستماع.